بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نستأنف مع لاباج 107 107. في أول الصفحة وكالعادة ليغ اسيكزارسي قراءة وتمرن. في الفقرة إن شاء الله سنرى هذا اللفظ أن أن سواء كان عندنا أن أو بيا أن إذن تنطق أن كما في كلمة برانش كما في كلمة برانش برانش جذع شجرة يسمى لا برانش. في أول فقرة لو برومي باراغراف جولي لو تابلو دي سيلاب جولي لو تابلو دي سيلاب جولي لو تابلو دي سيلاب. أنا أقرأ جدول المقاطع اللفظية كما نرى أن تابلو كي كومبرون بليزيور سيلاب. إذن كما نرى عندنا جدولان يتضمن مجموعة مقاطع لفظية. كما تلاحظوا بأن الجدول مقسم إلى جناحان. في الأعلى عندنا مجموعة مقاطع لفظية. في الأعلى عندنا دي فويال عندنا صوتيات مثل U, E. هذا الجدول كما نلاحظ يتضمن مجموعة مقاطع لفظية. الذي يميز هذه المجموعات أنها تنطق دفعة واحدة. نقول T, V, C, C. نقول VU, SU. لا نقول SU, U. لا نقول VO, O. نقول VON. لا نقول VE, ON. VE, ON. أنها تنطق دفعة واحدة. ثم عندنا مجموعة مقاطع لفظية. مثل AU التي تنطق O. ثم ON التي تنطق ON. ثم OU التي تنطق U. ثم عندنا EN التي تنطق ON. ثم عندنا AN التي تنطق ON. إذا نتكلم عن ON, ON. ثم عندنا على اليسار مجموعة أحرف صامتة. عندنا تي في اس سي اش التي تعطي الصوت ش. ثم عندنا جي التي تعطي الصوت ج كما رأينا فيما سبق. وفي وسط الجدول سنجمع بين هاد الجناحين. فإذا أخذنا مثلا لفويال اي ثم نضعها بعد الأحرف الصامتة. إذن على ماذا سنحصل؟ تي مع U تعطينا تي. مثلا أنت أو أنت نقول تي. ثم U مع V تعطينا في في. ثم S U تعطينا سي سي. ثم CH U تعطينا شي شي. ثم J U تعطينا جي J U تعطينا جي. ننتقل إلى لا دوزيام فويال اللي هي اي اي. هاد اي اذا اتت بعد الطي مثلا تعطينا تي تي. مثلا تي كي تي كي يعني تذكره دخول او سفر. اذا نتكلم عن تذكره اذا تي كي. ثم في اي تعطي الصوت في في. اذا هذا المقطع اللفظي يسمى سيلاب. في اي تعطي الصوت في في. ثم اس اي تنطق سي اس اي تنطق سي. ثم سي اش اي تنطق شي. ثم سي اش اي تنطق شي. طبعا هنا تنتسائلوا علاش لي ما وضعوش جي بعد اي. الا وضعوا جي بعد اي غتعطينا جي. وهذا ذكرناه فيما سبق بان جي اذا اتى بعد اي او اه تعطينا الصوت ج ولا تعطينا الصوت ج. إذا نحن ندرس الحرف الجي في صوته الأصلي كما لو نقول. إذا طبعا ممكن أننا نضيف إي هنا ولكن بشرط أننا نسبقه بإي. مثلا جيتار جيتار. إذا حتى لا نقرأها جيتار لأن طبعا الجيتار اسمها جيتار اللغة الفرنسية. إذا حتى لا نقرأها جيتار نضيف إي. إذن إذا أردنا أن نضع إي بعد جي وفي نفس الوقت نحافظ على الصوت ج إذن علينا أن نضيف إي بين جي وإي بين جي وإي. نضيف إي بين جي وإي. طبعا في الجدول عدنا كما قلنا في البداية جناحان. عدنا الكتابات اللي في الأعلى وعدنا كتابات في اليسار. الكتابات اللي بالأزرق غتجي أولا ثم الكتابات اللي بالأحمر تأتي بعدها.
حسب هاد القاعدة اللي عندنا هنا في هذا الجدول، إذا سنضع جي ثم بعد إي. إذا كما رأينا بأن هذا الأمر لا يستقيم، لأنه إذا وضعنا جي ثم بعد إي، إذا هذا سيجعلها تقرأ جي، هذا سيجعلها تقرأ جي. ثم عندنا أ إي بعد طي تعطينا القراءة طو، تقرأ طو. مثلا لوطو، مثلا لوطو يعني النسبة أو الثمن أو السعر، نقول لوطو. تي أ إي تقرأ طو، كما في مثال لوطو، كما في مثال لوطو النسبة أو السعر أو الثمن. ثم عندنا في أ إي، في أ إي تقرأ فو، في أ إي تقرأ فو، في أ إي تقرأ فو. ثم إس أ إي تقرأ سو، ثم سي أش أ إي، سي أش أ إي تقرأ شو، سي أش أ إي تقرأ شو. ثم جي أ إي تقرأ جو، جي أ إي تقرأ جو. ثم أو إن بعد تي تقرأ طون، تي أو إن تقرأ طون، في أو إن تقرأ فون، S O N تقرأ صون، C H O N تقرأ شون، ثم J O N تقرأ غون، J O N تقرأ غون، ثم T O U، T O U تقرأ تو، T O U تقرأ تو، V O U تقرأ فو، V O U تقرأ فو، ثم S O U، S O U تقرأ سو، S O U تقرأ سو، ثم C H O U تقرأ شو، C H O U تقرأ شو، C H O U تقرأ شو، ثم J O U تقرأ جو، J O U تقرأ جو، J O U تقرأ جو، ثم T E N، T E N تقرأ طون، تقرأ طون، كما في مثال طونت، كما في مثال طونت يعني خيمة، طونت يعني خيمة، أو في مثال طونتي، أو في مثال طونتي يعني حاولة، لو فيرب طونتي المقصود به حاولة. إذن تي أو إن تقرأ طون، ثم في أو إن تقرأ فون، في أو إن تقرأ فون، كما في مثال فوندغودي، V-E-N تقرأ VON، كما في مثال VENDREDI يعني يوم الجمعة. ثم S-E-N تقرأ SON، S-E-N، S-E-N، S-E-N تقرأ SON. ثم C-H-E-N تقرأ SHON، C-H-E-N تقرأ SHON. ثم عندنا هذه الخانة فارغة، لماذا؟ ثم عندنا G-E-N، G-E-N، إذن لماذا لم نضعها في هذه الخانة؟ لماذا لم نضعها في هذه الخانة؟ طبعا كما قلنا فيما سبق بأن جي إذا أتبعت بإي أو أتبعت بأ تعطينا الصوت جي. إذن إذا وضعنا جي بعد أن لن تقرأ جون، لن تقرأ جون، بل ستقرأ جون، بل ستقرأ جون. ونحن الآن بصدد دراسة صوت ج وليس الصوت ج، وليس بعد الصوت ج. ثم عندنا تي أ إن، تي أ إن تقرأ طن، تقرأ طن. مثلا طنت، مثلا طنت، رأينا قبل قليل كلمة طنت مع أ إن، مع أ إن، هذه كما قلنا بأنها تعني خيمة. لكن هناك كلمة أخرى بالتي ان، لكن هناك كلمة أخرى بتي ان. إذا الفرق هو هاد أ مع أ، هذا هو الفرق بين الكلمتين. الكلمة الثانية بالتي ان هذه تعني العمة، الخالة، أو امرأة العم، أو امرأة العم. إذا نتكلم عن سور دي بير، أخت الأب، دو لا مير، ستادير سور دو لا مير، إذا نتكلم عن أخت الأم، فام دو لونكل، فام دو لونكل، إذا نتكلم عن امرأة العم. إذا نسميها ماذا؟ نسميها لا طونت، لا طونت. في حين أن الكلمة التي رأيناها قبلا تي أو إن
هاد لاطونت المقصود بها الخيمة. تي ان طون طون مثلا طونت يعني العمة أو الخالة أو امرأة العم. ثم عندنا في ان تنطق فون في ان تنطق فون. ثم اس ان تنطق سون اس ان تنطق سون مثلا كلمة سون يعني بدون بدون مثلا سون بابي بدون أوراق أو نقول لي سون بابي. إذا نتكلم على الأشخاص الذين يعيشون ببلد ما بدون أوراق مثلا CHAN تنطق شان CHAN تنطق شان مثلا كلمة شانتي شانتي ورشة. ثم عندنا GAN تنطق غان GAN تنطق غان. ننتقل إلى الفقرة الثانية Nous passons au deuxième paragraphe. J'entends ou je n'entends pas en. J'entends ou je n'entends pas en. J'entends ou je n'entends pas en. أنا أسمع أو أنا لا أسمع الصوت en. J'entends ou je n'entends pas en. أنا أسمع أو أنا لا أسمع en. Dans ce paragraphe, on a 5 images. Et nous allons chercher pour chaque image son nom. Et après, nous allons dire est-ce qu'on entend ou on n'entend pas en pour chaque nom. Dans ce paragraphe, on a 5 images, comme nous le voyons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout d'abord chercher les noms de ces images, et après, avec la prononciation de ces noms, nous allons dire est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son en. Nous allons dire est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son en. Si nous prenons la première image, si nous prenons la première image, إذا أخذنا الصورة الأولى, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, nous allons chercher le nom. Tout d'abord, nous allons dire qu'est-ce que c'est? إذن أولا سنقول ما هذا? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Que représente la première image? Que représente la première image? C'est une orange. C'est une orange. Alors, quand on prononce le mot orange, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas dedans le son en? هل نسمع أو لا نسمع فيها في هذا الاسم le son en. Alors, quand on prononce le mot orange, عندما ننطق كلمة orange, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas هل نسمع أو لا نسمع dedans يعني فيها le son en. Quand on prononce le mot orange, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas dedans le son en? هل نسمع أو لا نسمع من خلال هذا النطق le son en صوت en. Le mot orange comprend le son en. Bien sûr, le mot orange comprend le son en. إذن كلمة orange تتضمن صوت en. On dit oran oran l'orange r a n تعطي صوت ran. Comme nous le constatons avec orange on entend le son en. Nous passons à la deuxième image, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une porte. Alors, avec le mot porte, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son en? Quand on prononce le mot porte, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son en? Quand on prononce le mot porte, on n'entend pas le son en. إذن عندما ننطق كلمة porte, يعني أننا لا نسمع الصوت en. Nous prenons la troisième image. Alors, que représente-t-elle? Que représente-t-elle? Que représente la troisième image? Mettez tout mettez-le sur la télé. La troisième image représente des enfants. Et dans sur la télé, tout mettez-le atfalen, des enfants. Alors, quand on prononce le mot enfant, est-ce qu'on entend dedans le son en ou pas? Et dans عندما ننطق enfant, est-ce qu'on entend dedans? هل نسمع فيها le son en ou pas? هل نسمع فيها الصوت en ou لا? Avec la prononciation du mot enfant, on entend le son en. إذن هذه الكلمة تتضمن an وتتضمن en. إذن هذه الكلمة تتضمن صوتين من هذا النوع كما نقول. إذن في حالة تكتب en وفي حالة تكتب an وتعطي هذا الصوت. إذن نتكلم عن les enfants. عندما نأخذ مثلا كلمة enfant, إذن هي تتضمن مقطعين لفظيين.
عندما نأخذ كلمة enfant si nous prenons le mot enfant il comprend deux syllabes هذه الكلمة تتضمن مقطعين لفظيين عندنا enfant enfant تنطق دفعة واحدة نسميها deux syllabes فمن خلال ch a n نحصل مثلا على فعل changer changer يعني غير عندنا هنا شان ثم جي إذن هذا الفعل يتضمن مقطعين لفظيين عندنا المقطع الأول اللي هو شان ثم جي ثم المقطع اللفظي جي طبعا كما تلاحظوا بأن جي نطقت جي ولم تنطق جي لأنها أتبعت مباشرة بأ إذن فهي ستعطي الصوت جو ولا تعطي الصوت جو نبخونو لكاتخيام إماج نأخذ الصورة الرابعة Qu'est-ce que c'est que représente la quatrième image? Mada tumathil as-sura ar-rabi'a? La quatrième image représente la couleur blanche. La quatrième image représente la couleur blanche. As-sura ar-rabi'a tumathil al-lawn al-abyad. Taban fi al-mu'annath naqul blanche. Fi al-mu'annath naqul blanche. Fi al-mudhakkar naqul blanc. Fi al-mudhakkar naqul blanc. Idan dans les deux cas, est-ce qu'on entend le son en ou pas في الحالتين في حالة بلانش وفي حالة بلان هل نسمع أو لا نسمع صوت en dans les deux cas que ce soit avec blanche ou blanc est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son en avec le mot blanche ou bien blanc on entend le son en on entend le son en après nous prenons la cinquième image نأخذ الصورة الخامسة la cinquième image Alors, que représente-t-elle Que représente la cinquième image Bien sûr, c'est un anneau. C'est un anneau. Idan huwa hamal. Ou comme on dit en maghribiya, khurayif. Naqul matalan dou comme un anneau. Dou comme un anneau. Comme on dit en darija maghribiya, dreyif kal khurayif. يعني أنه وديع كالحمل وديع كالحمل طبعا خريف هي تصغير لكلمة خروف إذا نقول دو كوم أنانو يعني أنه وديع كالحمل يعني أنه وديع كالخروف الصغير alors la cinquième image représente un nano la cinquième image représente un nano إذا الصورة الخامسة تمثل حملا خروف صغير alors Quand on prononce le mot anneau, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son en? Quand on prononce le mot anneau, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son en? عندما ننطق كلمة anneau, هل نسمع فيها أو لا نسمع فيها الصوت en? Bien sûr, avec la prononciation du mot anneau, on entend le son en. Avec la prononciation du mot anneau, on entend le son en. نستأنف في الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله